بتكليف من سيد رئيس الجمهورية حل وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سينعقد اليوم. وستنصب أشغال هذا الاجتماع حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاته على سيادة جمهورية إيران الإسلامية، وذلك وسط تصعيد خطير غير مسبوق تشهده الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط من جراء الممارسات العدوانية للكيان الصهيوني على أكثر من وجهة وعلى أكثر من صعيد. وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع في سياق جهودها ومساعيها الرامية إلى نصرة القضية الفلسطينية، وفي إطار تضامنها الدائم مع دول وشعوب الجوار الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات السافرة للاحتلالية الصهيونية الاستيطانية. Yeah.